في الدستور هذا المقترح هنالك يعني إنشاء منصب جديد وهو نائب رئيس الجمهورية. في مجرد يعني الكلمة في المطلق مش مشكل، يقدر يكون نائب رئيس اللي عنده صلاحيات محددة، اللي ربما الرئيس يكلفه بمهمات خاصة. ولكن كاين في مادة خاصة اللي تعالج عندما يكون شغور منصب، وهنا هنالك مشكل، لأن حسب المادة هذا ممكن إما كيكون شغور المنصب نذهب إلى رئاسة مؤقتة من قبل رئيس مجلس الأمة، ثم بعد 3 شهور نذهب لانتخابات رئاسية جديدة، وإما نائب الرئيس ليأخذ يعني رئاسة الجمهورية ويكمل العهدة. هنا النقطة هذه احنا نشوفها باللي سلبية تماما، لأن نائب رئيس معين من قبل الرئيس، ماهوش منتخب كما في أمريكا مثلا والولايات المتحدة، رئيس الجمهورية مع النائب نتاعو هما اللي ينتخبوا عليهم وعنده شرعية يكمل العهدة تاعو إلى رئيس لسبب أو آخر، استقال ولا يتوفى ولا حاجة، وهذه صارت في الولايات المتحدة. ولكن هنايا هذا نائب رئيس ولكن بالصلاحيات اللي يعطيها له رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية ما يقدرش يحول شرعية شعبية لانتخبوه ويعطيها لنائب رئيس. فاحنا ضد تماما هذا تشكيلة البلد. تشكيلة جديدة متحفظة من هذا النقطة أم رافضة لهذا النقطة؟ لا، احنا في الجيل الجديد حتى ولا مازال ما درناش يعني كتابيا الرد، ولكن رافضين هذا الاقتراح، لأن يمس في مبدأ شرعية رئيس الجمهورية. كي يتعين لا يقدر رئيس الجمهورية يكون عنده مشكل بعد سنة بعد الانتخابات لازم يروح ويجينا نائب رئيس لمدة 4 سنين من بعد هو يسير في البلاد وما حد منتخبه. هذا كاين مشكل هذا.